تكونوا بخير. كما كتلاحظوا تاني راني في المطبخ ديالي، جيت نشارك معكم الفطور المرة التانية بحاجة بسيطة، وقلت علاش لا ماشي غير نشارك غير الطاولة نتاع الفطور، ضروري ما نقدم لكم هكا الوصفات اللي تقدروا تستفدوا منها. ودابا بغيت اول حاجة غادي ندير هكا شي حاجة حلوة لوليداتي، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم المقادير ديالها اللي كتجي سهلة. بقاو معايا. عندي هنايا 200 غرام نتاع اللوز، اللوز اللي كيتباع هكا في ليدل اللي كيكون مطحون. غادي نضيف ليه 3 نتاع البيضات وثلاثة نتاع المعالق كبار نتاع الزيت اللي كتكون هكا مذابة. غادي نخلط بالطراب اليدوي مزيان، وغادي نضيف الكريمة السائلة بمقدار كاس، كتخلطوا بحال هكا مزيان. وراح تقدروا تزيدوا عليه هكا النكهة نتاع اللوز، انا ما راهياش عندي داكشي علاش ما درتهاش. وهنايا خديت العجينة تاع الصابلي، ما شاركتش معكم المقادير حيت العجينة تاع الصابلي راه هي معروفة المقادير ديالها. خديت هاد القوالب، ماشي ضروري يكونوا تاع السيليكون، نتاع الحديدة حيت هادو كنت شريتهم من عند ليدل، كنت وريتها لكم في الجولات اللي فاتوا وبغيت نجربهم. هادو فيهم 6، حتى لدابا عاد بقيت كنشوف. تقدروا ديروا هكا على الداخل تعمروهم، اولا تقدروا تقلبوهم راه فيه الخاول من التحت تعمروهم ثاني يعني على جوج جهات. والا عندكم دوك القوالب اللي كيكونوا هكا صغارين ديروهم، ما كاين مشكل يعني، ماشي دوك صغارين يعني شويه صغارين على هادو. انا هادو جاوني شويه كبارين، ولكن غادي نديباني بيهم، عندي دوك صغارين وعندي هادو الكبار، ما عنديش هادوك اللي كيكونوا متوسطين. راه كيتباعوا حتى في اكسيو، كل مره كنشوف فيهم ما كنشريهمش، بعض المرات كنتلفوا حتى كتوصل شي حاجه عاد كنبقاو كنقولوا علاش ما خديناش. ودابا غادي نصب فيه الخليط واحد الكميه قليله، بسم الله كنصور بيدي حيت هرس لي هذيك اللي كنوقف به التليفون وخلاني شويه معذبه في التصوير، ضروري خصني شي واحد يشد لي التليفون، وما كانش اليوم واحد في الدار، كنت باني غير بوحدي براسي. ودابا غادي عندي هنايا لوز افيلي، غادي نزيدو من الفوق. ودابا غادي ندخلهم الفران على درجة الحرارة 180 درجة. ودابا غادي نصايب معكم العصير، حتى قطعت تفكرت باش غادي نصور. المهم ما درت شي حاجه اللي هي غريبه اولا جديده. عندي هنايا الجزر 3 نتاع الحبات، وقطعت البرتقال كانت عندي 4 نتاع الحبات مع حامضه كامله. غادي نضيف عليه السكر لك حسب الذوق، وغادي نزيد عليه الماء، وغادي نحطه فوق البوطه حتى يطيب الجزر والبرتقال والحامض. فبعد ما طبت ليا الجزر والبرتقال والحامض، غادي نديره في الطحان الكهربائي، غادي نضيف عليه واحد البنانة من فوق، وغادي نزيد الماء، وغادي نطحنه مزيان. فبعد ما طحنته ها كيفاش كيجي، راه كيجي خاطر، الا بغيتو يجي شويه خفيف زيدوا ليه الماء. واما دابا كما كتلاحظوا هنايا عندي البطاطا اللي هاد الوصفه درها راجلي، حيت طيب هنايا البطاطا في الماء، وخدا هنايا الزبده اللي ذوبها حطها في الاناء، ومن بعد زاد عليه الفرماج المحكوك كما كتلاحظوا. هاد الوصفه نتاع رجلي. وهنايا خد هكا المنسمات، دار شويه القزبر اللي هو مجفف مع الحار والملحه والابزار، داكشي مخلط، وبدا كيستف هنايا البطاطا اللي هي مسلوقه على حسب الافراد اللي عندكم في الدار. تاني الزبده المذابه، بدا كيدهن البطاطا المسلوقه من الفوق اللي كانت بقات ليه من ديك الزبده اللي دار قبل لتحت الصينيه، ليه ديك التوابل اللي كان رش قبل،
ده كيزيد من الفوق دوك التوابل اللي الخصبو اللي هو مشفاف مع الابزار والملحة والحار اللي كتجي هادو في الفران، رائع المذاق ديالها، غير جربوها. حنايا الفورماج اللي هو محكوك من الفوق كتدخلوه الفران على درجة الحرارة 200 درجة، كتاخد لكم غير ربع ساعة.